داخله بالجلابه ديال الصيف ما كيبغوش يدخلوا لها الحوايج، الماكله كيدخلوا لها الحوايج ما كيبغوش يدخلوا لها، غير كملوا الحوايج يدخلوا لها. الدريه مشات عا بالحوايج ديال الصيف، جلابه خفيفه داخله بها، ناعسه بها في الدس، ما مدخلين لها حوايج ولا شي، ما كيبغوش يدخلوا لها الحوايج. انا حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. مشينا لعدد السيده وطلبناها، راه هي بنت الدرب راه ماشي بعيده علينا، راه حنا تشارك حي واحد فيه. مشينا باش يطلبوها وهذا، البارحه جا خوها هز البوالز، قالك اختي انا غتخرج من الكلينيك لمراكش باش هي تمشي لمراكش وتخلي الدريه مسكينه هنايا معتقله. لا، والدريه باقي ماشي ديال الاعتقال، الدريه باقي صغيره عندها 19 عام ومريضه مسكينه، فيها الضيقه، ووالديها راه كتشوف فيه باها راجل كبير مسكين ما كيعرفش يهضر. بان الدريه الا كانت شي محاوله صلح تجي لدارهم، وحنا مستعدين نجيو عندها لدارهم. مني مشات مسكينه امها حتى الشيخ زايد وكيطلبوها حتى وحده ما عبروها، جراو على المراه، والمراه مسكينه ما عارفاش، ومن نهار اللي تشد الدريه عمرها ما شافت بنتها. جينا اليوم حنا كفاعلين جمعويين وكساكنه منطقه التشارك، جينا نصره الاختونا المناضله خوله في القضيه ديالها في الاعتقال التعسفي اللي تعرضت لي من طرف السلطات القضائيه، للقضيه ديالو الفصول ديالو كانت واحد التبادل السب والشتم بين الطرفين، بين الفنانه بوطازوت والاخت خوله، لكن السلطات القضائيه ارتأت الاستماع للطرف طرفا واحد هو الممثله بوطازوت، اكيد استغلت الشهره ديالها الليل من الاخت خوله. السلطات ربما تتحمل المسؤوليه ديالها في اتجاه لعدم استماع الطرف الثاني، ربما حتى التعتيم الاعلامي وقع عليه تيتحمل المسؤوليه ديالو، لان الاخت ديالنا خوله حاليا تقبع في السجن وحالتها جد متدهوره.